إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب العراقية الإيرانية أصيب الشاب نور أثناء رعيه للأغنام في ناحية قزانيا شرقي ديالى. مشكلة نور تتسع مع مقتل وإصابة 7 من أقاربه ومعارفه بالألغام والمخلفات الحربية. أعمامهم قبل طقوا عليهم، ولاد عمامي أحمد كريم وياد الرشيد وأخوه توفى همين قبل، وعمهم بتاتج قبل، وهم طقت عليه ذاك اليوم 3 أصابع، صبع كبير واثنين بصفه. مزارعنا تركناها من أثر الألغام مال الحرب العراقية الإيرانية، كل ما يصير سيول تنذب وين؟ بالأراضي الزراعية مالتنا. ويصعب على سكان قرى شيحان والمعلة وميسلون المتاخمة للحدود الإيرانية مزاولة الزراعة ورعي المواشي بسبب انتشار تلك الألغام والمخلفات الحربية. وحسب إحصائيات إدارة ناحية قزانيا فإن الألغام أدت إلى مقتل 70 شخصا وإصابة 150 في ناحية قزانيا ومندلي خلال العقدين الأخيرين. من فكت عيني ألغام وتقع على ربعنا، وأنا همين فقدت طرف مالتي وربعنا. هاي قبل شهر ينبي الشيحان محمود العزيز طفل هم عندهم، ولا شاب والله مو طفل، هم سارح بن عاجب صف البيت طق عليهم بتر رجله. نطالب من الحكومة يطلعون هندسة شلون من هالألغام من هالأرض هذا، وهذا الحال عنا كله إحنا في الإعانة هذه، وكم كانت منطبعة همين بها ألغام ما قدر نطبع لا بحلالنا ولا يعني. إدارة ناحية قزانيا تقول إن المناطق الحدودية بين العراق وإيران لم تشهد أي نشاط لرفع المخلفات الحربية سوى ما قامت به القوات الأمريكية في رفع بعض تلك الألغام خلال فترة وجودها في الناحية بعد عام 2003. الجانب الإيراني المناصق لناحية قزانيا أو الشريط الحدودي للعراق تم اتخاذ إجراءات رسمية من قبلهم، تم رفع جميع مخلفات الحرب، لكن الجانب العراقي ولحد الآن لم يتم اتخاذ أي إجراء. الجهات الأمنية في المحافظة عزت تلكو عمليات مسح الأراضي وإزالة الألغام إلى ضعف التمويل المالي لهذه العمليات. جانب معالجة القنابل غير المنفلقة يحتاج إلى دعم وإسناد، عجلة خاصة برفع وإزالة القنابل غير المنفلقة، وكذلك حماية العاملين. عقود من الزمن تمر وما زال سكان القرى الحدودية في ديالى يعانون مآسي مخلفاتها الحربية بعد أن كانت ساحات حرب بين العراق وإيران. ويزداد خطر الألغام والمخلفات الحربية خلال فصل الشتاء وحلول موسم السيول القادمة من الأراضي الإيرانية باتجاه العراق، حيث تحمل هذه السيول عشرات الألغام لتستقر في الأراضي الزراعية والمدن الحدودية. من الحدود العراقية الإيرانية شرقي ديالى، أحمد الرسام، الحرة.